السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's read سورة العصر in تجويد and practice the rules that we have already learned. So we will start. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر. Here we have شدة. So we have to do the غنة. إن الإنسان لفي خسر. Here we have نون without any sign. So we will replace the sign with the غنة. إن الإنسان. Then we have إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا not وعملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. When we stop on قاف we have to do the قلقلة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Let's read it again. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.